أجور أجور يلا فيق، بدنا نروح نسأل جنانة مع فكرت. يسقي شو من الصبح يا أحمد، خلص بقى روح من هون. أمي طلعيون من هون، بدي نام. نرجس لساتها نعسانة وبدها تنام كمان، تركوها ترتاح، خليكن هادين. إيه؟ أنا هلأ رحت على غرفتك على فكرة، وما كنت موجود ولقيت أبوك نايم على تختك، فكرته أنت. اليوم بدلنا اللي تخوت مع بعض، تعال معي لنروح نفيق بابا. يلا. لا اتركوه يرتاح ابني، لا تفيقوا. أوب. لوين رايحين؟ أحمد إجا فيقني بالغرفة، وهلأ رايحين نفيق بابا. فيقتوا العملاق النايم حتى يقدر ياكلكم، رح ياكلكم بدل الفطور. يلا تعالوا لشوف. انت كمان تعال، رح اكل اوجور وبعدين اكلك. تعال لهون، انا جوعان كثير، تعال خليني ذوقك. رح اكلكم مع بعض. الفكم كثير صغيره بنت الكلبسه انا. رح اكلكم انتوا الاثنين. صباح الخير. صباح الخير أحمد. تعا حبيبي روح بدل ثيابك لحتى ننزل نفطر. ما بدي أفطر بابا، اتركني ألعب معهم هون. يلا أحمد يلا. تمام باي أحمد. يلا بابا خلينا نكمل لعب. ماشي ما رح وقف، يلا بدي أكلك. بدي أكلك كلك. ماما أمانة خديني على مدينة الملاهي. يا روحي تكرم، بس شو هالطلبات الصباحية بعدين منحكي فيها. أمي خدينا لهونيك إذا سمحتي، حابين نروح الملاهي. أنتوا خلصوا فطوركن وأنا باخدكن لهني. حبك بابا. يا سلام كفك عمو جمال. كفك. أوجور ابني الجو بارد، ما فيكن تروحوا، مدينة الملاهي مسكرة. آسيا معها حق، الجو بارد، هلأ الأولاد بيتجمدوا. خلص ما بدنا نلتهي بالحكي الكتير، الأولاد حابين يروحوا ما بدي زعلهم. أنا ما بدي أبعته لأنه أكيد رح يمرض. إذا لبس ثياب سميكة ما بيمرض، وأنا رح كون معهم وانتبه عليهم. لا ما في داعي تاخده لأنه أبوه ما رح يوافق. بابا أمانة خلينا نروح، الله يخليك بترزاق. بلكي منلاقي طريقة تانية. شو بدك تساوي؟ رح تغير الجو وتعمله دافي؟ لا مو لهالدرجة، في خطة تانية براسي، رح خلي لك إياها مفاجأة. يا سلام، يعيش بابا يعيش. شو هالمفاجأة؟ أنا كمان صار عندي فضول، شو بدك تجيب مدينة الملاهي لهون يعني؟ ممكن لنشوف. يلا بسرعة خلصوا صحونكن مشان نحضر للمفاجأة تبع اليوم. حبيبي مو صح هيك، حطيت القطعة غلط. ابني ليك القطعة الصحيحة جنبك. وينها؟ بس أنا مو شايفة. ليك أحطها بمكانها. يلا ها؟ برافو برافو شاطر.
أوغور يلا تعال نطلع لفوق يلا. ليش بقى ماما؟ ليكي قاعدين ومبسوطين وعم نشرب قهوة، شو رأيك صب لك فنجان؟ ما بدي بنتي. أوغور آسيا؟ أنا اشتغلت جاكيت لأوغور وهلأ خلصتها. وهي لنرجستي، خدي يا روحي. يسلم إيديكي، مبينين كتير حلوين. ليش عذبتي حالك هيك؟ تعرفي ماما أنا كتير بحب الشال الأخضر يلي اشتغلتي مع بابا إذا بتتذكري. يعني أكيد هداك مميز عندك، بس هذا كمان فيكي تعتبريه بداله. معك حق، كمان اللي عاملتيه كتير حلو، بتشكرك من قلبي. يلبسوهم بالهنا. أمي صحي، وينه شالي الأخضر؟ شو كنت بتمنى أنه يلبسني يا بابا؟ ما بعرف وينه نرجس. أوغور تعال جرب الجاكيت وشوفها قديش حلوة. تعال يا قلبي. إيدك التانية. يلا شباب انتوا جاهزين؟ جاهزين. يلا تعالوا معي تعال. يلا ركود بسرعة. يلا بسرعة. يلا يلا حبيبي. امشوا عمهل، امشوا لقدام دغري لقدام. انتبه على الدرج. شوي شوي. ايوه تمام تمام. يلا. برافو عليكم. اه لقدام. يلا يلا طلعوا. يا شو حلوه. اه يلا طلعوا على مهلكم يا اولاد. تمام. استنى أوغور، انتبه وانت عم تركض. انت احلى اب بالعالم وانا كثير بحبك. يعني عجبتك المفاجأة؟ ايه كتير. شوف ماهر، عن جد اللي عملته للولاد شي بجنة. يا ريتك عملت لنا كمان دولاب دوار عمو. منيح يلي قدرت أعمل هدول بالوقت القصير يا أحمد. خلص بعدك المرة الجاية، شو رأيك تجربيها؟ لا شو جربها، شو هالحكي؟ يلا ماما تعي تمرجحي يلا. بس يا ابني ماما انا لا تخافي، تعي لعبي معنا. يلا خلصينا بقى، لا ترفضي يلا تعي. ايه يا عين. ماهر هي بتتحمل تقل. لا تاكلي هم تتحمل. يلا بابا مرجحها لماما، أسرع من هيك يلا. لا ما بدي. أسرع مثل مدينة الملاهي عمو. لك معقول تتركيني استناكي كل هالوقت؟ ها كنت رح طق وانا عم بستنى. وقف جمال، في ولاد بالحديقه ما بصير تعمل هيك. لك ما بيهمني كل هالحكي. شوفي ليش عم تضحكوا، بكره بس تكبروا رح تعرفوا شو يعني انكم تحبوا وحده حلوه مثلها. سكوت، فضحتنا. او ننفضح شو رح يصير؟ خليهم يقولوا عنا مجانين. لك انا بحبك كثير يا بنت. يلا كمان قولي لي انت، قولي لي بحبك جمال. بعشقك. شو هاد؟ علي صوتك شوي. لا ما بدي علي صوتي. هلأ هي؟ ايه ماشي. تمسكي منيح لك أنا آسيا. جمال وقف شبك. لك جمال، الولاد عم يتفرجوا علينا خلاص. لك جمال انت مجنون عن جد. جمال خلص وقف. ما سمعت شو قلتي؟ جمال خلص وقف. ما عم بسمع. يلا قولي. لك أم آسيا. أنا بحب جمال كتير، خلي الناس بأماسيا تسمعني. كأنك قلتي بتحبي لجمال؟ أنا بحب جمال كتير، خلي كل الناس تسمعني. عجبك هيك؟ يلا وقفه. كمان. أنا بحبه لجمال كتير.
شو هالمسخرة هي؟ علق حبلتين بالشجرة ومفكر حاله عامل حديقة ملاهي؟ أبا يا الله قديش طالعة المرجوحة حلوة. كمان هنن طالعين حلوين كتير مع بعض. ايه على فكرة أنا طاير عقلي فيهم. أهلك لساتهم مثل العرسان بيحبوا بعض بعد كل هالسنين اللي مرقت عليهم. يلا هلأ دورك لحتى تعمل شي وتثبت لي حبك. يا حبيبي شو هاد؟ شو فاتحين عنا سيرك بالجنينة؟ شو عم يعملوا هدول؟ حاطين مرجوحة بنص الجنينة؟ انت ما بتحبي تشوفي حدا مبسوط، عطول بدك تعملي مشاكل. لك يا عمي انا شو حكيت شي غلط؟ معقول يعملوا مرجوحة بنص حديقة قصر ديمير وضل ساكتة هيك؟ خلاص يا زاهدة ما في داعي تكبري الموضوع كتير. ماشي امي رح اسكت وبكرة شوفوا هالسيرك شو رح يعمل فيكن. شو ما حكيت ما بيعجبكن؟ شو عجبتك؟ كتير حلوة. خلص بكفي نزلني، حاجة فتل راسي. صار دور مين؟ أنا 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 يلا. أنا أنا يلا تعال اطلع على السريع. يلا يا بطل يلا يلا اطلع. مسك منيح. أوبا رابع. بس أنا دوري بعده. إيه دورك أنت بعده. تعال اوعى توقع. مساك منيح. ايه طالعة ظابطة حق ابي. أبا شوف هدول شو حلوين. أبا